أمجادك بلادي في يقيني واعتقادي أكتبك عشق وشعار. أدام علينا جميعا الخير والرخاء والأمن والأمان. مشاهدي الكرام أهلا بكم مجددا إلى برنامج قهوة الصباح، ونحن نواصل أيضا المشوار الصباحي في برنامجنا، ومثلما أسلفنا الابتدائي ستكون إن شاء الله تعالى للحديث مع فريق الداخلية الحاصل على المركز الأول في البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات لفئة طلاب المدارس. قبل 3 أيام كانت تذكرون كنا صدفنا إحدى الطالبات المشاركات في هذه البطولة، هي من فريق الداخلية، وكانت المنافسة ما بين فريق الداخلية وفريق الظاهرة، هم اللي وصلوا للنهائي، لكن فريق الداخلية استطاع فعلا الحصول على المركز الأول. التفاصيل كلها ستكون إن شاء الله تعالى بوجود أختنا شهد بنت مهنا الربخية، عضوة في الفريق الفائز بالمركز الأول اللي هو فريق الداخلية لفئة طلبة المدارس في البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات. مرحبا بك يا شهد، وعن سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. صباح الخير ومبارك لكم أيضا هذا الفوز. أستاذي، وأنا سعيدة أكثر بوجودي في هذا البرنامج الذي فعلا يدعم المواهب ويعزز مواهبنا نحن كطلاب. أهلا وسهلا بك مرة ثانية شهد. شهد، أعتقد أن كانت المنافسة قوية، هل توقعتوا الفوز أنكم تحصلوا على المركز الأول في هذه المسابقة، وكيف كانت المنافسة؟ فعلا كانت منافسة قوية، ولكن في نفس الوقت يعني كانت منافسة شريفة. ومثل ما أكدت زميلتي ريم في المرة الماضية أن المناظرات مفاجآت، يعني نبذل جهدنا ونتدرب، ولكن قد لا يحالفنا الحظ وقد نفوز، فهو يعتمد يعني تتدرب ولكن يعتمد على أدائك في تلك اللحظة. وكنا نتوقع الفوز لأننا فعلا بذلنا الكثير من الجهود، مجهود كبير. نعم. وصراحة لولا المنافسة الشريفة لما شعرنا بروح المناظرة، أنا فعلا المناظرات يعني تحاول أن تفند حقيقة الخصم، فبالتأكيد هناك منافسة قوية وبشدة. جميل. يعني على حد علمي أنه يعطوكم المواضيع قبل بدء المناظرة ب20 دقيقة، صحيح؟ نعم. يعني فإيش أبرز المواضيع اللي تم تقديمها لكم؟ كانت هناك العديد من المواضيع التي تختص بالتنمية، كذلك المجال البيئي والجانب الذكاء الاصطناعي. وكانوا يسعون في أن يطبقوا المواضيع المتعلقة برؤية عمان 2040. وانتو تكلمتوا عن كل هالمواضيع الثلاثة؟ تقريبا الكثير هناك من المواضيع التي لم أذكرها، ولكن تقريبا ختمنا أغلبها. جميل. طبعا كانت هذه البطولة عن طريق الموقع الافتراضي، صحيح؟ يعني كان في منصة إلكترونية دخلت عليها، ومن خلال هذه المنصة عملت هذه المسابقة. الأجواء كانت مختلفة تماما، هل هذه أول مشاركة لك في مجال المناظرات؟ نعم فعليا هي أول مشاركة ما شاء الله. وكان بسبب ظروف الأزمة جائحة كورونا، فبالتأكيد تم تطبيقها افتراضيا. وهو بالواقع يختلف عندما يكون حضوريا وعندما يكون في الافتراضي، ولكن الحمد لله حاولنا أن نجتاز هذه الصعاب وأن نتخطاها وأن نجعل الوضع وكأنه واقعيا. يعني واجهتكم بعض التحديات في بداية البطولة شهد؟ نعم، مثلا ظروف الشبكة الإنترنت لم تكن دائما الظروف مهيئة نسمع بالشكل الجيد، ولكن الحمد لله حاولنا أن نجتاز هذه الصعاب. وبالتأكيد يعني أنه كوننا طلاب مدارس أكيد هناك سيكون ضغوطات، نقوم بالموازنة بين المدرسة وبين النشاط اللي هو المناظرات. جميل. لكن بشكل عام يا شهد، كيف تصفي لي وللمشاهدين الكرام أيضا هذه التجربة؟ أنتم خضتم غمار المنافسة ما بين فرق عدة في السلطنة، وفي الأخير حصلتم على المركز الأول، ما الذي استفدت منه أنت شخصيا كطالبة مشاركة في هذا الفريق؟ بالتأكيد كانت تجربة رائعة، ويعني أبدا لا أشعر بأي ندم أنني دخلت هذه المسابقة. وبالتأكيد استفدنا الكثير من هذه المسابقة، علمتني أنا كطالبة كيف أقوم بتنظيم وقتي، يعني كيف أوازن بين المدرسة وبين نشاط المناظرات. أنت أي صف الحين؟ في الصف العاشر. صف العاشر ما شاء الله. نعم. وكذلك علمتني أنه بعد أن تبذل جهدك وإن أخلصت في العمل
وتدربت بالشكل المطلوب بالتأكيد ستصل لمبتغاك. وهنا نستدل بقوله تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، بالتأكيد إن بذلنا جهدنا وتعبنا لن نضيع تعبنا هذا. صحيح. طيب إيش الرسالة الآن اللي حابة تقدميها لمتابعينا، ويمكن الآن هنا في طلاب وطالبات جالسين يتابعوا برنامج قهوة الصباح، عن دور بالفعل هذه البطولات في صقل مهارات الطالب وأيضا بناء شخصية الطالب؟ أوجه نصيحتي للطلاب بأنكم الآن في مراحل دراسية، لديكم فرص كثيرة في أن تعززوا من مواهبكم، تظهروا الجانب الذي يوجد لديكم، تظهروا المواهب الموجودة بداخلكم، فاستغلوا هذه الفرص. المسابقات التي تطرح قوموا باستغلالها، وبالتأكيد المعلمين لن يقصروا في أن يعني يراعون، خاصة إن كنا مشاركين في هذه الأنشطة. وأوجه كلمة شكر للأستاذة أماني الراسبية، فعلا لم تكن كمثل أستاذة وإنما كانت صديقتنا، تمكنت من أن تكسر الحواجز الذي يبنوها بعض المعلمين لدى طلابهم، كانت بمثابة الصديقة لدينا والأخت. كذلك المشرفين في تعليمية الداخلية، وبأمانة قمت بكتابة أبيات شعر أريد أن أقولها لهذه الأستاذة ولجميع من ساهموا في تعزيز مهاراتنا في فن المناظرة. فضلي. وإن أتيت في مدح المديح يعجم القلم ويعجز لساني عن الكلم، معلمتي أنت كذاك النجم يعلو مراتب القمم، ولا أضيف حبيبات السكر لشعري ولكني أقول ما رأته عيني، نعم كان المعلم أن يكون رسولا، ولولا المعلم لكان ما قلته مجهولا. الله 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 عليك يا شهد، ما شاء الله عليك. احنا راح نواصل الحديث الجميل والشائق معك ايضا، وراح نتكلم ايضا بمحاور اخرى تتعلق بهذه البطوله وكمشاركتكم انتم كفريق فائز بالمركز الاول، لكن ايش رايك ايضا نروح مع المشاهدين الكرام نشاهد ماده ايضا فنيه مختصه بهذا الجانب، وبعدها ان شاء الله تعالى نعود للمشاهدين الكرام، فخليكم معنا. كل هذه المساعي مشاهدين الكرام وكل هذه العطاءات، وعجبني يعني الكلمات الجميلة حقيقة. أتوقع ما لفتنها الأستاذة أماني الراسبية اللي كنت تتكلم عنها قبل شوية، لها كل التحية على هذه الكلمات المعبرة والصور العميقة الجميلة حقيقة في هذه الأبيات. بالتأكيد أنا أريد أن أقول أن المناظرة هو أسلوب حياة، إن فهمناه وطبقناه فنحن بذلك في قارب النجاح. إن في هذا العصر نجد أن الحديث ومحاولات الإقناع
هو الوسيلة التي ندافع فيها عن حقوقنا ونحقق فيها مبتغانا. فالآن الخطابة، الإلقاء، المناظرة، جميعها أساليب حديث وحوارية نحقق من خلالها ما نرجو إليه ونوصل من خلالها الرسالات التي نسعى لتحقيقها. نعم، شهد، ذكرتي من خلال حديثك هذه أول مشاركة لك في مجال البطولات، في مجال أيضا المناظرة، لكن كيف أنت كشهد قدرتي بالفعل تطوري من مهاراتك في هذا المجال؟ نعم، فعليا كانت أول مشاركة، ولكن بالتأكيد الإنسان إن كان لديه رغبة سيواجه كل الصعاب وسيسعى بقدر ما يستطيع ليحقق هدفه. كنا نستخدم برامج اليوتيوب لنشاهد مقاطع المناظرات التي أيضا نستفيد منها من أخطاء الذين يقدمون هذه المناظرات ونتعلم من الأشياء الجيدة التي يقوموا بها. كذلك أستاذة أماني الراسبية كانت تقوم بمناظرات ودية، شاركنا بمناظرات ودية مع الجامعات مثل جامعة الشرقية وكذلك دولة الكويت الشقيقة، فكنا نتعلم من أخطائنا في هذه المناظرات ونصححها لكي نتفادى حدوثها في وقت البطولة. وبالتأكيد القراءة والبحث والسعي هذا بدوره يسقل من طلاقتنا في الحديث ويعزز من شخصيتنا. جميل، على ذات السياق الآن اللي قاعد أتكلم عنه يا شهد، يعني إحنا نعرف ومثل ما أسلفنا أيضا أنه الكثير من الجامعات ربما والفرق شاركت أساسا في هذه البطولة، لكن المركز الأول كان لفريق الداخلية اللي هو فريقكم، فمن وجهة نظرك الشخصية وأنت عضوة في هذا الفريق، إيش اللي خلاكم تحصلوا على المركز الأول؟ السعي فالسعي فالسعي. ليش؟ لأننا بذلنا جهود جبارة، كنا في اليوم يمكن نحدث 4 لقاءات عن طريق برنامج زوم، فجميع هذه الأشياء بالتأكيد يعني لن تذهب هباء منثورا، وإنما هذا التعب بالتأكيد مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وسنحصل على مبتغانا بعد أن تعبنا. وكانت أستاذة أماني والمشرفين بشكل عام يكررون عبارة أنه لن يضيع تعبكم هذا، أنتم الآن تتعبوا صح ولكن ستنسون هذا التعب في لحظة إعلان النتيجة، في لحظة الفوز. وفعليا هذا ما حدث، أذكر اللحظة عندما أعلن الفوز وأنه كان الفوز من صالح فريق محافظة الداخلية، أقول أين التعب الذي كنت أتعبه، نسيته كليا. ويعني بالتأكيد السعي كان له دور كثير، والقراءة المستمرة والاطلاع، خاصة تعليمية الداخلية تهتم بهذه الأشياء وتهتم بالثقافة وبالتأكيد التعليمات الأخرى أيضا. جميل، احنا شاكرين وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، شهد بنت مهنا الربخية عضوة في الفريق الفائز بالمركز الأول لفئة طلبة المدارس في البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات. شكرا لك شهد، كل التوفيق لكم بإذن الله. شكرا أستاذ. شكرا. إذن مشاهدين الأحباء نستمر معكم أيضا في قهوة الصباح، محضرين للمشاهد الكريم أيضا مجموعة من المحطات والفقرات والتقارير المختلفة، والفقرة القادمة ستكون إن شاء الله تعالى في فقرة وعيك أمانة مع الزميل الرائد طارق بن عوض الشنفري، وموضوع جدا جميل هذا الأسبوع عن الدوائر التلفزيونية، أجهزة الحماية والأمان، راح نتعرف على دور فعلا كاميرات المراقبة المتوزعة في مختلف المواقع، دورها في أيضا استتاب الأمن والاستقرار بشكل عام في المجتمع. نروح نشوف هذه الفقرة وبعدها لنعود فخلكم معنا.